مش بس كلام. اسم كريم. عارف محمد؟ عارف. ايه شو انت عارف؟ عارف. نعم. من وين يا عارف؟ عارف محمد. ايه عارف، حتى اني عرفت تو. ايه ده؟ ده ايه السخافة؟ ايه البواخة دي؟ ده انت بايخ قوي يا اخي، ده انت رزل قوي يا اخي. طلعت الركب في الاكل يعني عندي ضغط. ماشي حالك، المهم ما تقول قدام حدا كسكسي انا بعد ما قلت بابا غنوجه كسكسي متاكد ما في حد حيخليني نجيب احد المنيو في المطعم، وراح تطلع في الزبانج الاسبوع الجاي ان شاء الله. يا رب ما يكونوش سمعوها. لا ان شاء الله سمعوها. ركزوا محمد شيبة. ايه رح ناكل كسكسي مع بابا غنوجه. يا شمات تجورين فيا مش لي. اسدوني انا عايز اغمى عليا. يا شمات تعبلطت فيا. ابلطظني اوه. حاليا حنمشوا للفقره اللي خايفه منها جورين. لا مش خايفه. لا الحق يعني قولي. بس عندي فضول، عندي فضول اعرف شو مركزين علي، شو الهفوات تبع الاسبوع الماضي ده. بس والله عندك حق، ما دامك ده ميت وكده ميت انا هخاف مني. تخاف مني؟ ما دامك ده ميت وكده ميت انا هخاف مني. ايوه تخاف من ايه؟ اخاف من ايه؟ اخاف من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ اكيد رجعنا لكم جديد اعزائي المستمعين اللي تستمعوا فينا اكيد على اثير راديو وعد اف ام على 101.1، واللي تشاهدوا فينا على وعد تفيق. انا نسيت انا مين؟ بعد الانجليزي الزباله ده نسيت انا مين؟ يا هانم الفرق بين البي والبي زي الفرق بين التي والاس. اتضح ان في واسطه جورين، الا لما عرفوا جورين معانا اليوم ما حبوش يزعلوها على الهواء وتطلع معانا وراح تواش مهناش بكل. لا استغربت. وقبل يعني كل جمعه في الصداره. واو. السيد رئيس الجامعه موصي عليه توصيه جديده، يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شويه زياده. مش محتاجة توصية دكتور، طلبة كلهم عندي واحد. ببساطة طبعا الجنجل هذا والفقرة هذه متاع فقرة اسأل مالك بالسرويلة واسأل مالك، هذه بتبعتولي على 80-280 اي حاجة تخطر في بالكم. يعني انت شن تفكرت مثلا؟ المهم حاجة يعني نقدر نقراها على الهواء، فهمت؟ يعني ما تكونش حاجة يعني متاع ناس كبيرة. اي سؤال، مشاكل عائلية مالية، انت مش عارف روحك شو تدير، تنتحر مثلا، قبل ما تنتحر اسألني. طبعا شوفوا يا جماعه عشان اللي يصير لما نتفرج على الزابينج نبدا نضحك، واكثر من حاجه نبي نعلق عليها، اول ما يتم الزابينج ننسى كاني ما تفرجتش على حاجه. يا رب استرها معايا يا رب، انا واحد مش فاكر اي حاجه خالص. فهو ريال مدريد، ريال المدريد يطلع. انا متشمت في هذا الحال. يلا نمشي. طبعا اكيد عشاق الكوره. انا برشلونيه برشلوني. انت شو بتشجع؟ برشلوني. يا سلام، قشطه خلص متشمت في هذا. لا بس مش لدرجه اني متشمت. لا لا عادي ما بتفرق عندي. لا مش كلام. لا يلا حبيبي برشلوني يموت برشلونة، وانا مدريدي لكن بغير العيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومشاهدينا الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سبورت إكسبريس. قول كده البتاع اللي انت عملتها دي كده، قولها كده، قولها انا عارفها بس قول. هو لازم يعني؟ هو ايه اللي لازم يعني؟ ولا حاجة. في برنامج سبورت إكسبريس. غلط يا أستاذ.
شغله حتى في قصه صغيره قريتها مره بيقول لك او مقوله هي تشابه لهالشغله بيقول لك لما غابه كامله بتنمو ما حدا بيحس فيها بس لما توقع اول شجره الناس كده تصير تحكي بالضبط فهي هي نفس الموضوع شو حكيمه يعني ايه حكيمه بتدي حقن الاميري عام 2050 ما عادش في شوكولاته ما عادش في نوتيلا مصيبه يعني هذا البنات يعني ما يقدروش او حتى انا يعني كنا يعني ناكل في الشوكولاته يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي قولي لي شو الكلمة اللي قلت فيها مالك هو؟ ايش هو؟ لا 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 ما راح اطلع الاسبوع الجاي ما زلت في تكوني اليوم انت فايزة يعني لا الحمد لله حاسة حالي لا انتصرتي على المونتاج الحمد لله لا لازم اطلع اخذ جائزة الصراحة يا سلام فرحان قوي عشان حتلبسه علينا صبت الامطار علينا صبت الامطار ودعينا طاح الدولار 200 دولار اليوم حيتم السحب عليهم ان شاء الله في نهاية الحلقة على منظومة الرسائل 80-280 يا دين النبي الحلاوة دي عظمة على عظمة يا سيد فمرة كان عندنا امتحان مفاجئ أوكي. بالضبط فالأبلة يلا خشت هي طلعوا رقيكم امتحان مفاجئ فيه الولد اللي بجنبي كان قاري صاحبي هو وأنا مش قاري فقعدت طول الحصة ليلة تم الامتحان وليه بالله عليك سميلي بالله عليك سؤالين ثلاثة ما سمليش يا رب ملك حاجة أرفان مني كده زي ما يكون في حد بهام تحت درسك للأرض كله مذكرتش داني أيام اللي فاتت وانت ما ذاكرتش غير طول حياتك جاي تاخد نحو الاميه وانت بتخلص بطل كلام انت هو بص براحتك وعد الفن مش بس كلام